بس كان قرار سهل ان انت تضحي بطموحك بطموحك علشان ولادك والاسره. في الاخر هبقى مين؟ هبقى ايه؟ طب ايه، محققه ذاتك؟ لا انا محققه ذاتي في بيتي من خلالهم. انا ملكه، انا طيب. ملكه في بيتي. انا بحب التمثيل. انا من وانا في سنه رابعه ابتدائي، وانا في رابعه ابتدائي اول مسرح طلعته كان في 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 مدرسه القوميه في العجوزه برضو، كويس. وفاكره كمان الكلام لاني كانت النظره اسمها ابله حياه، فكنا فاكره سنه رابعه طالعين على المسرح بنعمل مسرحيه وفي بنوته نقول لها طب وحياه ابله حياه قولي وهنعمل زي ما هتقولي، خدي بالك يا سلوى من اللي هنقوله لك. ده كلام من رابعه ابتدائي. وعملت في اعدادي وكانوا مسميني لبلبه. كنت بتقلدي؟ كنت بقلد المطربين زمان. ولسه تعرفي تقلدي؟ مش عارف، بس انا كنت بقلد. كانت اغاني لبلبه اللي هي كان اما كانت بتقلد فريد الله يرحمه فريد الأطرش، وكنت ببقى بقلد فايزه احمد. طب قولي حد بقى، طب قولي فريد او فايزه. تعرفي تقلدي مين؟ لا ما هو انا دلوقتي هعرف اقلد، ما هي مش هبقى وحشه، مش هبقى وحشه. لا لا نجرب نجرب. والله صدقيني كانوا بيقولوا لي لبلبه. طب استني بس لو استحضري. لا عادي، لا محدش يقدر يشتمك، انت في برنامج الستات، هو احنا محدش يقدر يشتمك ولا يشتمنا. انت في ايه؟ لا انا ادائي هيبقى لا محدش ادائك قمر في كل الاحوال. خاف الله خاف الله، صوتي وحش ارحمني ما تتعبنيش. خاف الله اخر فريد دي فايزه احمد كده. فايزه احمد كانت صوتها جميل طبعا، ده كروان الشرق اروع من رائع. بس انا كنت صغننه بقول لك اعدادي. فريد ما نحرمش العمر من عطفك عليا. ما نحرمش العمر شربات. والله انت لازم تعملي كوميدي. انا اول مسرحيه في حياتي كانت كوميدي. طب وبعدين؟ ما اعرفش قلبوها غم. ليه قلبوها غم عليكي كده؟ والله بكلم بجد، ليه قلبوها غم عليكي كده؟ عشان لما عملت الحب واشياء اخرى وسفر الاحلام تمام، فخلاص بقى دي الدموع والعياط والحرقه الدم دي انا ما بحققهاش.